لكن أنا عايز أعمل معك حسبة ربما يفاجأ بها كثير من الناس. الحسبة دي أنت آخر عمرك 60 سنة يبقى الطريق بتاعك هينتهي. طب أنت عن كم سنة تحاسب؟ عن كم سنة تحاسب؟ قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. رفع القلم أي قلم التكليف، لا تحسب عليك سيئة، خلاص. وإذا يعني كان كمطلوب منك أمر من الأوامر حيسقط عنك، لن تؤثم ولن تجرم ما دمت متلبسا بواحدة من هؤلاء الثلاث. طيب أنت لما تولد تفضل تتدرج في مراحل العمر لحد ما تصل إلى مرحلة البلوغ. من أول ما تولدت لحد مرحلة البلوغ مش مكتوب عليك حاجة، لست مكلفا بشيء، تمام. البلوغ طبعا في الرجل حده الشرعي الإنبات، الشعر الذي يظهر في العانة، شعر العانة ده علامة البلوغ، والحيض في المرأة أو الإنبات، تمام. نقول مثلا أن 12 سنة أو 13 سنة، وساعات ناس ممكن تمتد بين مثلا 15 سنة، نقول 12 سنة. يعني 12 سنة لو رجل سيموت على رأس 60 عاما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. نسبة الوفيات أكتر من 60 لـ70، وقليل اللي بيوصل لـ70، وأقل اللي بيوصل لـ80، وأقل اللي بيوصل لـ100، والكلام ده. فحناخد يعني شريحة الواحد هيموت سنه 60 سنة، يبقى عندك 12 سنة من 60 وأعين، فيش حساب عليه، تمام. ده الصغير حتى يحتلم، النائم حتى يستيقظ. أنت لو بتنام مثلا 8 ساعات في اليوم، 60 سنة يديك 20 سنة، يبقى أنا عندي 20 سنة، 12 سنة 32 سنة. كم بقي من عمر رجل يموت على رأس 60 عاما؟ بقي 27 سنة، تمام؟ تأبيدة، يعني الواحد مثلا لو خد له تأبيدة 25 سنة في السجن ولا حاجة، بيطلع، ممكن يطلع بنص المدة، ممكن يكملها كلها، تأبيدة بس بيطلع، يبقى 27 سنة، ده العمر الفعلي الذي تؤاخذ به بين يدي ربك.